السلام عليكم لا فامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. مرحبا بكم كاملين في هاد لا فيديو جديده. اول حاجه سمحوا لي بزاف ولا كنت عطل عليكم باش نحط لكم لي فيديو كل مره. هاد النهار بغيت نشارك معكم واحد الخرجه اللي عملت مع صحاباتي. مشينا لانفيرس كما كتشوفوا، مشينا في لو تران. دونك البنات اللي ما عارفين شي، من بروكسل كاينه لو تران اللي كيحطكم حتى لانفيرس، وملي كتنزلوا في لا غار دو انفيرس سنترال كاينه ديريكتومون لي ماغازان سهله. واللي بغى يعرف شحال الثمن ديال لو تران راه 15 دولارو الي روتور. دونك حنا شنو عملنا، حطينا العيال في ليكول وجينا لانفيرس نفوجو. ضروري بنات مره تشبروا شي وقيته لراسكم، تعمروا النهار ديالكم في شي حاجه اللي تبغيوها نتوما، ماشي دائما الدار دائما الشغل كوزينه، راه مع الوقت هتمرطو. الشغل ما كيتقاداش، حنا اللي كنتقاداو. عملوا اوموان جوج مرات في الشهر، قولوا اليوم هذا النهار ديالي، عملوا فيه لو شوبينغ، مشيو عند لا كوافوز، عملوا فيه دو سبور، تلاقاو مع صحاباتكم. واخا غير تمشيو تخرجوا تضربوا دوره في الطبيعه، تشموا الهواء النقي، سافا فو فير دو بيان، وماشي ضروري تخسروا فلوسكم. واخا تشريو غير اون كلاس ولا ان شال ديال اورو عادي يفرحكم داكشي. انا علاش بغيت نهضركم على هذا الموضوع، حيت شحال ديال النساء شادين عليهم في الدار وعليهم الضغط ديال الراجل وديال العيال، وشحال منهم عاود هي باغا تخرج وراجلها ما خاصوش يبقى يدور في لي ماغازان، ما كيبغيش يخرج، كتعمل بالناقص. علاش؟ حيت شحال هما مجوجين وباقي ما زعمت تخرج بوحديتها بلا راجلها. ولهذا نديك النساء كنقول لهم خرجوا مع صحاباتكم، ولا ما عندكم شي صحاباتكم كاينه الجمعيات كيسافروا غير نساء محترمين مع بعضياتهم. شحال من مره مشيت انا معاهم، كاين اللي كيمشيو نخوغموند نهار واحد، كيمشيو في الكار كتخلص 25 الاورو غير لو ترونسبور، كاين عاوتاني كيمشيو للوندر، كاين كيمشيو كيغيزيرفيو اون بيسين بريفي في جوية ديال كون، كاين اون جورني على مير، راه موجودين لي سورتي. دونك باش نرجعو للخرجة ديالي في انفيرس، صراحة كنت باغا نعمل لي سولد مي ما جبرت والو اللي كتخليني نطرطق فلوس كيما كيقولوا. جاني الثمن عادي والحوايج اللي مسولدين ماشي شي حاجه، كنظن حيت دابا باقي الاول د الشهر، من بعد يزيدوا ينقصوا مع ديك 20 في شهر واحد. هذا المحل دابا اللي كتشوفوه هو انوفاسيون، دوك انا قلت لكم الثمن انا جاني عادي، عاملين غير يلا 40% بور مو، ماشي شي حاجه اللي تستاهل اللي نشريها زعما من بون افير كوا. هاد الساك هذا عجبني د مايكل كورس، كان ب 195 يورو، دونك 195 الاورو، وكان 40% دونك واقيلا كان كيجي شي 160. فريمون اي لون فالي با لا بين، باسكو ديك النوع ديال الساك مي كيكون سولدي راه كيكون غير ب 100 يورو.
Voilà, هذا المحل تكونوا عقلتوا عليه بيان سور. هذا هو ميزون دو موند، عنده لي بري شويه عاليين سي فري، مي عنده الحاجه مزيونه. يا دي بتيت شوز لي فريمون ال سو مانيفيك. والمهم انا قلت لكم ما عملتش لي السولد، ما جبرت والو، ما خسرت والو، وضروري شويه نخسروا على كرشنا ولا دوك. فوالا دينا واحد لو بلاطو الواحد ديال لي دونوتس ندوقوا وليداتنا. وقلت لكم ما شريت والو، مي كوميم دوست ان اكسيون، شريت شي حاجه هايده، شي حاجه اللي سي با لابين نوريها لكم باسكو المهم الحاجه داكسيون راه كلشي كيعرفها. وشريت كلكو شال من فيغيتاس، سي فري كانوا عاملين شي منهم 50%، شي اخرين 70%، دي شال مزوقين. المهم كانوا ب 17 اورو، شريتهم ب 4 اورو. ديك الساعه نعملو لكم في انستغرام. اي فوالا، سينو قبل ما نشبرو لو تران باش نرجعو فحالنا بروكسل، نجينا لهاد المحل كوموندينا امبورتي. فوالا هاد لي برغر هادو كنت سبق لي كليت عندو الحاجة مزيونة، دوك مدينا برغر. اي فوالا، كان باقي لنا 5 مينوت قبل ما نركبو في لو تران، و كلينا دغيا واقفين حيت ما عندك فين تاكل دابا مع الكوفيد. ايوا فوالا، الحمد لله. سينو ها البلاطو ديال الدونوت كيعامل. دونك فوالا، هادي هي لا فان لا فيديو، كنتمنى تكون عجبتكم، وكنتمنى تعملوا لي لايك عافاكم ولي بارطاج. وكنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.